أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم الجزء الثالث من أشجار الوالدين، رحم الله أبي وحفظ الله أمي، التي تقوم على هذه المزارع الجميلة مثل أبنائها وتحرص تماما عليها تمام الحرص. فسبحان الذي حببهم في مثل هذه الأشياء الجميلة. فالوالدين مزارعين ونحن على دربهما أيضا سائرون بإذن الله تعالى ومشيئته. أما هذه الشجرة الجميلة فهي شجرة الجوار، والجوار يستخدم مع زيت السمسم في الأكلات الشعبية، وهو يشبه الفاصوليا أو اللوبيا كما تشاهدونه أمامكم في الصورة. هذا هو الجوار، ويؤكل غالبا مع الخمير في المنطقة الجنوبية. وهذه شجرة المورينجا العظيمة، والتي سبق أن حدثتكم عنها كثيرا في هذه القناة. هذه الشجرة المباركة لها فوائد عدة، حتى أن إحدى العاملات من الفلبين كانت تأتي إلى الوالدة وتأخذ منها دائما هذا المورينجا، وتستخدمه دائما في أكلها وشربها، وتقول بأنه هذا هو الدواء الذي يستخدمونه في الفلبين، وأنه الدواء الذي لا يذهبون إلى المستشفيات بعد أن يستخدموه بفضل الله عز وجل، وتحرص عليه تماما حتى هذه اللحظة في مأكلها ومشربها. هذه شجرة المورينجا. هذه شجرة الكاذي. هذا هو الكاذي أمامكم برائحته الجميلة والنفاثة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ثمارها ذو الرائحة الزكية، هذه الثمار البيضاء التي تشاهدونها أمامكم، وهذه شجرتها الجميلة. فسبحان الخلاق العظيم، رائحة جميلة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أشتم رائحتها من هذا المكان، رائحة الكاذي الجميلة. هذه شجرة اللوز البجلي كما تشاهدونه أمامكم. هذا هو اللوز البجلي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شجرة جميلة جدا. هذا هو اللوز البجلي. هذه أشجار البامية. الحمد لله نأكل أغلب الخضروات إن لم يكن جميعها من مزرعة الوالدين. الوالدة تقوم عليها حفظها الله. هذه مزارع البامية بأزهارها الجميلة. وثمارها
فسبحان الخلاق العظيم. وحتى الحشرات والنحل يقتات عليها أشياء جميلة جدا لا نشاهدها ولا نراها إلا في ديرة الأجداد والآباء، رحم الله ميتهم وحفظ الله من بقي منهم. نسأل الله أن يمد في أعمارهم فراشات جميلة وأشكال جميلة ومتعة جميلة، متعة للناظرين. والحمد لله رب العالمين. وأمامكم شجرة الطماطم أو البندورة، وكما أخبرتكم سابقا أن الخضروات ومعظمها بفضل الله عز وجل متوفرة في هذا المزرعة للوالدين أو في مزرعة الوالدين، جاهزة للاستخدام أو تكون يانعة. شجرة جميلة ومن الطبيعة وبجانبها أيضا أشجار الجرجير. الأشجار التي أمامكم هي أشجار الفجل، وهذه أزهارها وهذه قرونها التي يستخرجون منها البذور من أجل الحصول على حبيبات أو على بذور الفجل. يتجول عليها النحل أيضا على أزهارها ويمتص رحيقها. أشاهد النحل أمامي الآن، هذه النحلة تدور حول هذه الزهرة، زهور الفجل. هذا اللوز يقال عنه اللوز الحلو الذي يكون ثمره بهذا الشكل، لا أعلم هل له تسمية أخرى لكن نحن نسميه اللوز. شجرة طويلة جدا ما شاء الله، أيضا هذه الشجرة الطويلة، هذه الشجرة الطويلة شجرة السدر. أما هذا فهو شجر الأراك متدليا على سور البيت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وسبق أنني تحدثت لكم أو في هذه القناة في أكثر من فيديو عن الأراك وفوائده العظيمة. انظروا إلى جماله ومتدليا من على السور. أيضا هذه شتلات لشجيرات السدر وغيرها من الأشجار، والمرخ وأيضا الأراك، كلها هذه يستفاد منها شتلات، ثم بعد ذلك توضع في الأرض في مناطق معينة في هذا السور. أيضا النحل يدور حولها. هناك أشجار كثيرة جدا سوف أصورها لكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أخيرا إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد
عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.